كيف هي علاقتكم اليوم بالتيار الصدري وتحديدا بالسيد مقتدى الصدري؟ علاقة جيدة. هو طبعا مع سماحة السيد ليس هناك مثلا لقاءات مباشرة وكذا، ولكن العلاقات تعرف العصائب هي مدرسة صدرية. نحن بالنسبة لنا أقرب ناس هم سائرون. ليش؟ المشتركات كثيرة جدا. صحيح هناك اختلافات في وجهات النظر هنا أو هناك، وطبعا هاي موجودة حتى في أي حزب أو في أي حركة، ولكن المساحة كبيرة جدا. لذلك حتى في اختلافات نتجد نتفق في كثير من القضايا الأساسية. لذلك هم قريبين من عندنا، ولكن هذا القرب مو على مستوى مثلا لجان مشتركة أو لقاءات متواصلة، ولكن بالنسبة لنا حاليا لا أكو لقاءات وأكو تنسيق حتى في داخل مجلس النواب. وأنا أتذكر قبل فترة حين طرح السيد مقتدى الصدر مسألة إعادة البيت الشيعي، لكم تصريح للعصائب ذكرتم فيه أنكم مع وجود بعض الخلافات أو لنتسامى عن الخلافات ونحن نؤيد هذا. طبعا لذلك نشوف مثلا في داخل مجلس النواب هناك انسجام كبير جدا، وهناك تنسيق عالي في المواقف تحديدا بين العصاب وبين الأخوان في سائرون وبين الفتح وسائرون. فبالتالي الاختلافات ما وقفتنا بصراحة أبدا، ما وقفتنا. وكل ما مر الزمن تجد مثلا العقلاء في الطرفين يعني يبدون يتواصلون، يبدون مثلا تقاضي في وجهات النظر أكثر فأكثر. من الأقرب إليكم من ضمن فتح؟ هو من ضمن الفتح أكيد كلهم يعني أخوان سواسيين. لا الأقرب إليكم تستشعرون أنكم معهم جبهة واحدة، كنتم دائما على اتفاق. تعرف أنت الفتح الآن هي أربع قوى، أعرف العصائب وبدر وسند وتصحيح. القوة الثلاثة الأخريات أكيد نحن نتفاهم، هم كلهم قريبين بالنسبة لنا. ما عندنا مثلا طبعا ما ممكن أن يكون مثلا واحد قريب عن الآخر، لا، لدينا مرات نتفق هنا في هذه وإلا اندمجتم وشكلتم كيان واحدة. فلذلك طبيعي جدا ربما نختلف مع الأخ في قضية معينة ونتفق مع الطرف الآخر، وفي يعني أيام أخرى نتفق مع الآخر ونتفق مع الآخر. ولكن بصورة عامة احنا مخلين سقف بأنه الاختلافات في وجهات النظر يجب أن لا تطغى، ويجب أن لا تكون على حساب الموقف الاستراتيجي للفتح. أي أن الاختلاف لا يمكن أن يتحول إلى خلاف. نعم.